السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في برنامج أحداث وأصداء. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وينص القرار على جمع الأدلة وحفظها والإعداد لقضايا جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت خلال الصراع في سوريا. وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به قطر 105 دول، بينما امتنعت 52 دولة وعارضت 15 دولة القرار. وللتذكير مشاهدينا الكرام، فإن روسيا تمنع مرور أي قرار عبر مجلس الأمن يدين النظام السوري. وحول أهمية هذا القرار مشاهدينا وفرص نجاحه في محاسبة النظام السوري على الجرائم التي ارتكبت، وخصوصا استخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا، يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي بلندن. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بكم يا مرحبا. بداية أستاذ زهير سالم، مستشارة القانونية في Human Rights and Watch وصفت بهذا القرار بالمسبوق، في رأيك ما الجديد الذي يحمله؟ أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. القرار بحد ذاته بعيدا عن كل التعلقات خطوة إيجابية. نشكر دولة قطر على المبادرة، نشكر كل الفرقاء الذين دعموا القرار والذين صوتوا عليه لمصلحته. نعتبر القرار يعني في إطار الواقع الذي عاشته القضية السورية خطوة متقدمة في طريق إحقاق الحق وتحقيق العدالة، وإن كان هذا القرار لن يكون له انعكاس مباشر على واقع الجريمة المتمادية التي تحدث يوميا في سوريا. الأصل أن دور مجلس الأمن والأمم المتحدة وقف الجريمة، منع العدوان، وهذا الأصل في قوانين العقوبات حتى عندنا في الشريعة الإسلامية. ليس معاقبة المجرم هو المطلوب، المطلوب منعه من ارتكاب الجريمة. الآن نحن الذي حصلنا عليه أنه بالإمكان إذا تغيرت الظروف الدولية في مستقبل الأيام، هناك قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوصي الآن بحفظ الأوراق والمستندات لذلك الحين لمعاقبة المجرم، بينما الأصل الذي ينتظره كل الناس وقف الجريمة المتمادية كل يوم في سوريا، كل يوم قتل وكل يوم تدمير. هذه النقطة لم تحصل ولم يتقدم، يعني لا لم يقم واجب الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي عندها باب يسموه التعاون من أجل السلام أو الاتحاد من أجل السلام، هذا البند لم يعملوه ولم يفعلوه في سوريا. الجريمة في سوريا مستمرة، الجريمة في سوريا متمادية. الذي يمكن أن أعلق عليه وأنا أنظر إلى هذا القرار أيضا، لماذا بشار الأسد عنده وكيل في الأمم المتحدة اسمه بشار الجعفري، لماذا بشار الأسد إذا كان رئيسا ويعني حامي للقانون ومقدم لماذا يخاف من هذا القرار؟ لماذا يرفضون هذا القرار؟ لماذا روسيا القرار ينص على محاكمة من يرتكب أو من ارتكب جريمة حرب بمحاكم دولية مستقلة ونزيهة ووفق معايير دولية؟ من الذي يخاف من هذا؟ هل يخاف منه رئيس أو حكومة أو مسؤول أو مواطن أو أي منظمة بريئة لم ترتكب في الحقيقة أي جريمة حرب فيما يجري عندنا في سوريا؟ الواقع أن هذا الموقف، ونحن تابعنا جميعا بالأمس وكان هنا تقريبا الوقت قريب منتصف الليل ونحن نتابع، كان موقف المندوب بشار الأسد، المندوب الروسي، مندوبي الدول المناصرين لهم، يعني عاصفا ضد القرار. وحتى بشار الجعفري يقول بأنه لا يحترم أي من المستشارين القانونيين، هو يرى بأنه ينتهك سيادة سوريا كما وصف. يعني الآن هذه كذبة السيادة السورية أصبحت يعني نكتة على ألسنة الجميع. سوريا الآن منتهكة كما نقول من دول ومن عصابات ومن منظمات،
حتى هؤلاء الذين يسمونهم إرهابيين إنما دخلوا سوريا باستدعاء بشار الأسد، والناس الحقيقيون العالمون ببواطن الأمور يعلمون أن هذه المنظمات التي وصلت إلى سوريا من بين قوسين المسمى بالإرهابية إنما كانت استدعاء أسديا واستدعاء أيضا إيرانيا في العراق، وهم الآن حولوا سوريا والعراق إلى بؤرة ليتداعى عليها العالم وليحاربوها كل العالم. هذا هو المشهد يعني بهذه النقطة. تفضل. طيب أنا فقط أريد أن أسأل، البعض يتحدث أو بعض المراقبين يرى بأن قرارات المجلس الأمن لا تكون ملزمة إلا إذا صدرت من مجلس الأمن وتحت البند السابع، ونحن نرى أن مجلس الأمن دائما روسيا هي من تعرقل كل القرارات. الجمعية العامة كيف يمكن وصف قراراتها وبالمقارنة مع قرارات سابقة تم اعتمادها، هل فعلا وصلت في النهاية إلى حل أو طريق معينة للأزمة؟ هذا القرار بالجمعية العامة الآن هو قرار وسيكون أمام مجلس الأمن في لحظة من اللحظات، لكن هذا القرار وكل التوجهات من هذا النوع هي ليست خطوة في فراغ، دعينا نقول هي تراهن على أن هذا الوضع الدولي المنغلق المحاصر الذي احتبس بهذه الطريقة في المسألة السورية لن يدوم، وأنه خلال سنوات، ربما سنة أو سنتين أو خمسة أو عشرة، ومثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم. ومن هنا تأتي أهمية القرار، بينص على حفظ مواد القضايا حتى لا تهمل، حفظ الشواهد على الجرائم حتى لا تضيع. فهم الذين أخذوا هذا القرار يراهنون على أن تأتي لحظة دولية يتغير فيها هذا الاشتباك في العالم، يغادر بوتين المجرم الشريك في الجريمة روسيا ويكون في روسيا رئيس يأتي بطريقة ديمقراطية مثلا، يتغير أوباما المتخاذل المتهاوي في الولايات المتحدة ويأتي للولايات المتحدة رئيس حقيقي يستطيع أن يفرض هيبة مجلس الأمن. يعني الذين أخذوا هذا القرار إنما يتطلعون على غد يتطلع فيه أو يتغير فيه شكل هذا العالم الذي انغلق على القضية السورية وترك السوريين مشروعا أو طعمة للقتل وللتدبير. هذه نقطة مهمة في سياق القرار. طيب ماذا عن آلية التي يتم اعتمادها في جمع الأدلة والبراهين من أجل أن تحفظ وتحمى وتستخدم كما وصفت في الوقت المناسب إذا تغيرت الظروف الدولية؟ هذه الآلية تعتمد عموما على لجان تحقيق. لجان تحقيق الآن تشكلت وعملت، وهناك الكثير الآن لدى الأمم المتحدة، عندنا مثلا شهود عمليون خرجوا من سوريا، قضايا الوثائق التي قدمها من سموه بالقيصر الطبيب السوري، الذي الضابط الطبيب السوري الذي كان شاهدا في أقبية السجون، قدم 55,000 وثيقة اعتمدت في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، اعتمدت في الكونغرس الأمريكي، اعتمدت في الاتحاد الأوروبي بعد التحقق منها. هناك لجان تحقيق تشكلت أيضا بقرارات أممية ونزلت إلى سوريا وحققت، هناك منظمات دولية وهذا تم. هناك أشياء أخرى يمكن أن تتم، لجان تحقيق دولية معتمدة تباشر الواقع. يعني مثلا منذ أشهر نعرف أنه تم قصف في منطقة أوريم في حلب، أوريم تم قصف قافلة إغاثة إنسانية داخلة لتقديم المساعدات للمواطنين السوريين، واختلف الناس فيها، والروس قالوا لسنا نحن، بشار الأسد قال الإرهابيين على الأرض. منذ أيام صدر تقرير للجنة التحقيق دولية ذهبت للتحقيق، قالت القصف كان جويا، كان القصف بالطائرات. الآن إذا قالوا القصف كان بالطائرات فأصبح المجرم إما روسي وإما أسدي، يعني لأنه المقاتلين لا يملكون طائرات. وهكذا الآن لجان التحقيق التي يمكن أن تتشكل ولا أحد يستطيع يعني أن يعرقل، يمكن أن تقدم للأمم المتحدة للجمعية العامة في حينها هذه الوثائق والمستندات. طيب ينضم إلينا مشاهدينا الكرام أيضا الأستاذ محجوب الزويري، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر من جامعة قطر. أهلا وسهلا بك دكتور محجوب الزويري. ولنا أن نتساءل، يعني الأستاذ زهير سالم وصل
يوصف بأن هذا القرار يمكن الاستفادة به مستقبلا في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا من النظام وروسيا. ولكن حاليا في رأيك هذه القرارات كيف تؤثر على هذا المشهد؟ كيف تضغط على النظام وعلى روسيا في سبيل يعني إيجاد حل سياسي أو حتى إيقاف ما يتم من مجازر ترتكب في حق الشعب السوري؟ مثل هذه القرارات لها دور أساسي في عملية التوقيع. يعني عادة عندما تحدث الصراعات ينشغل العالم بالحدث اليومي، وهو حدث مؤسف ومحزن ومدمر لكل المعنويات، لكن عملية التوثيق هذه مهمة جدا، لأنها على الأقل تعرف من هو المجرم ومن هو الذي كان وراء مثل هذه الفظائع. أهمية مثل هذه الخطوات أن تخرج بإجماع حتى من الجمعية العامة، ولو أنها قد لا تكون ملزمة، لكن أن توثق هذا الأمر في مسرح الجمعية العامة وأن يصبح هناك وافق عليه أكثر من 105 من الدول، هذا خطوة سياسية مهمة في تحجيم العملية الإرهاب الذي يجري ضد الشعب السوري. بالتأكيد لا يمكنها أن توقف الأشياء فورا وحالا كما يقال، لكن عملية توثيق مهمة. لنتذكر في كثير من المحاكمات التي جرت في البوسنة والهرسك كان جزء منها عملية التوثيق التي كانت تجري بتسجيل بقرارات أممية. بمعنى آخر، عندما يتم مراجعة الملفات أحد الوثائق المهمة هي قرارات الأممية. وهذا ما كنت أريد أن أسأل لو سمحت دكتور محجوب زويري، يعني بمقارنة هذا القرار بقرارات سابقة بنفس النوع اتخذت على مستوى الجمعية العامة، كيف أثرت لاحقا؟ أثرها في أنها تصبح نوعا من الدليل المساند الذي يجعل القضية تستحق أن تؤخذ وأن تتابع في محاكم لمحاكمة هؤلاء المجرمين الحرب. بمعنى آخر، أنها وثيقة معتبرة قانونيا يمكن للمحامين أن يستندوا إليها كجزء من الملفات الأخرى، الصور وغيره من الأشياء. بمعنى آخر، يعني دعينا مثلا نرجع لما ذكره الزميل فيما يتعلق بالوثائق التي سلمها قيصر. هذه الوثائق مثلا على أهميتها تلاعبت فيها الولايات المتحدة كثيرا وإدارة باراك أوباما تحديدا، لكن بالمحصلة صدر قرار من الكونغرس حولها. هذه أيضا يمكن وضعها، هذه الأوراق جميعها يمكن أن توضع كلها في ملف. علينا أن نعرف حقيقة أساسية في هذه الصراعات الدامية، يجب عدم تمريرها وكأنها حدث يمر ويطوى الملف. من أهم التوثيق، من أهم المراحل الأساسية في الدفاع عمن يموت وعن الجهة القادمة هو توثيق هذه الأحداث، وتوثيقها من كل الأطر القانونية، لأنه في مرحلة معينة يمكن محاسبة هؤلاء الناس، وحتى نسلهم يمكن محاسبته بناء على ذلك. وبالتالي يعني يجب العمل، وأنا أعتقد أنه مهم جدا في هذا الزمن التكنولوجي أن يتم توثيق كل هذه الجرائم، سواء كان عبر مجمعات دولية، عبر اجتماعات، حتى توثيقها الصوت والصورة، لأنه مثل هذه القضايا مهمة جدا في المستقبل حتى لا تمر بدون حساب، وحتى يعرف من اقترافها ومن يفكر اقترافها بأنه لن يمر بدون محاسب. طيب أرجو تبقى معنا دكتور محجوب زويري، أعود إليك ضيفي هنا في الاستوديو. يعني في نفس السياق وتساؤل، يعني تحدثنا على شكل هذا القرار، ماذا يمكن أن يحدث، لكن المضمون، طريقة التصويت، من صوت، من عارض، يعني كيف يمكنك أن تعلق على الوصول، يعني 150 تقريبا هم الذين صوتوا لصالح هذا القرار، بينما 52 دولة امتنعت و15 عارضت القرار؟ يعني هذا سؤال مهم في تفكيك الآن المشهد السياسي. صحيح. لكن أنا أريد أن أبقى قليلا في المشهد الإنساني، في الأبعاد القانونية والإنسانية للقرار عندي من الحصتين. طبعا أنا عندما ذكرت جرائم بشار الأسد وجرائم الروس، وأنا لا أريد أن يعفى أي مرتكب جريمة حرب على الأرض السورية، الذين قتلوا ضحايا هم أبناء وطننا. يعني أي إنسان ارتكب جريمة يجب، وهذا القرار يطاله، والتحقيقات يجب أن تطاله. يعني نحن لسنا متعصبين لمجرم، ولسنا خائفين من قانون يحاكم على الجريمة. أنا أشرت إلى هذا، من الذي يخاف من القوانين التي تحاكم على الجريمة؟ المجرمون. فبالتالي هذه نقطة أريد أن أبين. في نقطة ثانية مهمة الحقيقة، يعني هل يمكن أن نحاسب رئيس عصابي، رئيس مجموعة، فرد ارتكب جريمة، وجريمة بكل معنى، كما نحاسب رئيس الدولة؟ رئيس دولة يرتكب جريمة بحق شعبه، هو مثل فرد
أو مجموعة 5 أشخاص أو 20 شخص خرجوا فارتكبوا جريمة، رئيس الدولة بصفته وبوصفه أنا أظن هناك نقطة جوهرية في طريقة حساب هؤلاء الأشخاص بصفاتهم الاعتبارية، ليس فقط بصفاتهم الشخصية، يعني تسلسل الهرمي الذي أطاعهم حتى الجريمة. أنا واثق أنه بشار الأسد يمكن لم يقتل أحد بيده مباشرة، أظن ظنا، ولكن الذين يقتلون هذا التسلسل الهرمي كله، يعني هذه مفارقات يجب أن تذكر. الآن إذا رجعنا إلى المشهد السياسي وإلى الذين صوتوا، الآن من أول ما بدأت الثورة السورية حتى الآن كل الذين يصوتون مع بشار الأسد على المستوى العالمي، يعني بمعنى الذين عارضوا، كانوا 13 أو 12، الآن صاروا 15 بما فيهم صوته هو، صوت بشار الجعفري. أنا لا أريد أن أقول سوريا، يعني هذا هو هذه هي الدول الداعمة أو الشريكة في الجريمة الواقعة في سوريا. الهامش الذي يكبر في الحقيقة، يعني إحنا قرارات في الجمعية العامة من السنوات الأولى كانت تصل المؤيدين شيء 140-145-138 هكذا في ذاكرتي، الآن إحنا عند 105. هل هذا يقلل من شأن القرار؟ يعني هو القرار اتخذ أصبح معتمدا، لكن هنا النقطة أنا أرقى بمشهد سياسي. الآن هناك مجموعة دول تحولت من الرافضة لما يجري في سوريا إلى الصامتة، وأعود إلى المشهد العربي بشكل خاص أنا الذي يهمني. يعني أنا أستشعر وأنا كمواطن عربي وأنتمي إلى هذه الأمة، أستشعر كما بدأنا بشكر أهلنا في قطر على المبادرة، وهذه مبادرة كلفت الكثير، يعني ليس بالسهولة الإعداد إلها والإقناع بها والسير فيها، لكن أذكر أنه في المجموعة دول عربية عارضت، دول عربية امتنعت، غريب، دول عربية تغيبت، يعني ما حطت على اللوحة لا إيه ولا لا ولا ممتنع عن التصويت. دول عربية يرون دما عربيا يسفك، والقرار أنا كما قلت ليس منحازا لا ضد بشار الأسد ولا لمصلحة الإرهابيين، القرار مفتوح، القرار يقول نحن سنشكل لجان تحقيق ومحاكم نزيهة تحاكم من مرتكب الجريمة. من الذي يريد أن يخيم ويدافع على مرتكب الجريمة؟ هذا السؤال الذي يحيرنا. يعني أنا لما أشوف دولة، ونحن لنا خصوصية، نحن سوريين أنا أقصد، لنا خصوصية مع الجزائر، لما أشوف الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية، وزير الخارجية الجزائري الذي زار حلب ودخل وقال وتكلم فيها، وهذه المواقف الجزائرية من أول الثورة حتى الآن، من أول الثورة حتى الآن ما بدأوا الجزائرية، أنا كما لا أقول سوري لن أقول جزائري، مواقف هذا بوتفليقة الذي يتخذها، يعني شيء في غاية الألم أن يرفض أن يتحقق العدل. الذي رفض القرار رفض تحقيق العدل في حياة الناس. سأعود لملف الجزائر بالتحديد وموقفها من هذا القرار، لكن قبل ذلك أخذ مشاهدينا الكرام كمال العيفي باحث والمتخصص في مجال حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك الأستاذ كمال. وكما كان يذكر الأستاذ زهير سالم، يعني القضية كلها جمع أدلة والتحقيق والبحث عن من انتهك حقوق الإنسان وارتكب هذه الفظاعات في سوريا. فالدول التي عارضت أو التي امتنعت في رأيك أنت على أي أساس؟ شكرا لك وشكرا لضيفك وشكرا للمجاهدين. أنا فعلا نستغرب من مما وصلنا إليه الآن داخل المنظمة الدولية، يعني كثير يستبشرون بهذا القرار، ولكن أين كان هذا القرار لما بدأت استعمال الكيميائي من قبل السلطات السورية؟ عندها قالوا أنهم سيحققون وبدأوا التحقيق، ثم تدخلت سوريا من أجل إنقاذه مرة أولى، ثم تدخلت من أجل إنقاذه مرة ثانية، وهي تتدخل الآن من أجل إنقاذه في حلب. وكل هذه الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الماضية كلها، وكأنه المجتمع الدولي استيقظ الآن حتى يعرف أن هناك انتهاكات. لعل هذا القرار الأخير ليس المهم فيه من وافقه ومن لم يوافقه، المهم فيه أن تكون هذه تحقيقات جدية. وللأسف الشديد لم نتعود من المنظمة الدولية عن تحقيقات جدية فيما يخص
الانتهاكات الموجودة داخل الدول العربية والمسلمين. لعل العدد الكبير الذي وافق على هذا القرار والذي صوت القرار لا يعكس حقيقة الحقيقة الموجودة على الأرض، لأن هؤلاء الذين صوتوا كانوا مستعدين الصوت يبدو بالتصويت أنه هو سابقا غير وبعد. واضح، أرجو إعادة الاتصال بالسيد كمال العيفي حتى ربما نستوضح معه أكثر هذا الجانب. لعل الأستاذ والدكتور محجوب زويري ما زال معنا. دكتور محجوب، يعني في هذه الجزئية بالذات، من صوت ومن عارض على هذا القرار، يعني كيف، ماذا توضح لنا في المشهد ككل؟ يعني كما كان يشير ضيفي، دول عربية هي التي امتنعت وهي التي رفضت هذا القرار جملة وتفصيلا. دكتور محجوب، يبدو أننا فقدنا الدكتور محجوب الزويري إلى أن يعود إلينا من جديد، وكذلك تتحسن الاتصالات مع السيد كمال العيفي. أعود إليك هنا ضيفي في الأستوديو. يعني بالنسبة للجانب، الدول العربية كما ذكرنا التي امتنعت على التصويت على هذا القرار أو رفضت، من جملتها كما ذكرت أنت ربما وبحسرة الكثير يذكر وبتفاجؤ الجزائر. في رأيك أنت، ماذا يدفع هذه الحكومات حتى تصوت بهذا الشكل لصالح النظام، والقرار يعني أغلبية الدول صادقت عليه وصودق عليه ومر القرار في النهاية، هذا الموقف بالرفض بماذا ينفعها في النهاية؟ يعني اسمحي لي، إذا الموقف في الجزائر مكرور من أول ما قامت الثورة السورية، منذ أن كنا في الجامعة العربية، الموقف الجزائري يشق الصف العربي، وفي داخل الجامعة عندما كان القرار عربياً، ثم في كل المحافل كانت الجزائر تأخذ مثل هذا القرار. حتى اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الجزائر، نحن عندنا تقارير، يعني لا يعاملون المعاملة الأخوية التي كنا ننتظرها من الحكومة الجزائرية، أو ما لا أريد أن نقول من الشعب الجزائري. المشهد في الجزائر، يعني البحث عن خلفياته، لا نستطيع أن نقول، الخلفيات غريبة وعجيبة. ربما جزائر محكومة من ثلة وخلف بوتفليقة، أريد أن أقول تشبه ثلة الزمرة التي تحكم سوريا، زمرة بشار الأسد، هذه الزمرة الدموية التي ذهبت في يوم من الأيام، والناس كبرت مثل ما بقولوا عنا، العيال كبرت، صارت الناس تفهم ماذا جرى في الجزائر. الجزائريين بقولوا عاشوا عشرية دموية، عشرية سوداء. الآن يوم بعد يوم تتوضح الحقيقة. نحن نعلم الآن أن بشار الأسد بشكل مفضوح يكرر التجربة ويستفيد من تلك الخبرات، يرتكب الجريمة، يقتل حتى من أنصاره، يفجر حتى في صفوف أنصاره لكي يحسبها في لحظة من اللحظات على من يسميهم أعدائه وخصومه. هذا المشهد هو الذي يجعل حكومة أو القائمين على الأمر في الجزائر، لعل الحكومة بريئة، إذا كانت الحكومة تعني الوزراء، نحن نقصد الممسكين بحبال الأمر. وكثير من الأحيان نحن عندنا في سوريا الوزراء لا يقومون ولا يقعدون، ولا يعني لا يسمح لهم بشيء. حتى أعتذر للأخوة في الحكومة الجزائرية، قد يكون الوزراء فيهم شيء من الطيابة والخير، ولكن الذي يمسك بحبال الأمور خلف الجدر، هذا هو الذي يدفع في الجزائر في هذا المستنقع. غير الجزائر هناك دول امتنعت عن التصويت، هناك دول كما قلت يعني لم تظهر على الراقم، على المؤشر كله. هذا الواقع العربي، يعني إذا قلنا هناك 52 دولة أو 15 مثلا، إذا قلنا 15 دولة اعترضت، ثلاثة منها عربية، إذا قلنا امتنعت عن التصويت 5 أو 6 عربية، 2 أو 3، يعني المشهد العربي منقسم، يعني متشظي العبارة الأدق. طيب، فيما نحن فيه. طيب أستاذ كمال العيف، يعني ماذا يبين هذا؟ يعني قطر تجتهد، وكما كان ذكر ضيفي قبل قليل أيضا، هناك مسافة طويلة قطعت حتى الوصول إلى هذا القرار على مستوى الجمعية العامة. يعني الدول كما كان يذكر، يعني هناك حالة عربيا كل دولة تصوت بطريقة، التي ترفض، التي تسكت، التي تصوت وتسعى لصالح هذا القرار. ماذا يجسد هذه الحالة؟ ماذا تجسد عربيا حسب رأيك؟ ليس
هناك سؤال اسمه ما نتجسد عربيا، ليس هناك حالة عربية أصلا داخل الأمم المتحدة ولا داخل جامعة الدول العربية. أين هي جامعة الدول العربية؟ أين هو دور الجزائر الذي كانت رائدة في الدبلوماسيات وكانت تتدخل من أجل حل المشكل العراقي الإيراني سابقا في القرن الماضي؟ أين هي الجزائر التي كانت تقوم بالدور الكبير؟ أين هي مصر التي كانت تلعب دور الموازن للقوى الإقليمية والقوى الدولية؟ أين هي يعني أسئلة كثيرة جدا تطرح. يعني الآن الموقف لا نستطيع أن نقول موقف عربي، هم دول متشظية ليس لها أي علاقة بالقضية العربية، ليس لها أي علاقة بالمستقبل العربي، ليس لها أي علاقة بمصلحة المواطن العربي. دولة لم يعرف، لا أنا متأكد أنه أغلب العرب لا يعرفون تسميتها. أينشتاين دولة تقود مع قطر يعني مساعي من أجل حل القضية السورية ومن أجل أن يمثل المجرمون أمام القضاء الدولي وأمام محاكم الدولية وأن يعاقبوا دوليا، وفي حين أن دول عربية كبرى تمتنع ودول عن التصويت، ودول عربية أخرى تعارض التصويت وتدعو إلى معارضة التصويت مثل الجزائر اليوم. للأسف الجزائر بعد ما كانت الدولة الشقيقة الكبرى والغنية التي تساعد العرب على حل مشاكلهم أصبحت بالأمس القريب، يعني أمس وأول أمس تلتقي حفتر وهو الذي يقتل ويعمل قتلا في الشعب الليبي الشقيق، ثم اليوم لا تصوت وتدعو الآخرين إلى عدم التصويت على هذا. دول عربية أخرى امتنعت عن التصويت. يعني حالة لا نستطيع أن نتكلم عن حالة عربية اليوم. أين هي العراق اليوم؟ العراق بيد الميليشيات. أين هي سوريا اليوم؟ بيد إيران وسوريا. أين هي مصر اليوم؟ بيد السيسي المجرم الذي يقتل في شعبه. أين هي الجزائر اليوم؟ بيد الجنرالات. طيب أين هي الجزائر؟ أرجو أن تبقى معنا لو سمحت ضيفي كمال العيفي. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه اللقطات من التلفزيون الجزائري، حيث كان هناك ضيف المعارض السوري بسام جعارة، ويبدو أنه فاجأ الإعلام الجزائري بموقفه من القرارات التي تحسب للجزائر في المواقف الدولية. نتابعها ثم نعود للنقاش. دون إطالة نستقبل من لندن السيد بسام جعارة الكاتب الصحفي السوري. سيد بسام جعارة، مرحبا بك بتلفزيون الجزائر. بداية، كيف تقدر الموقف اليوم في سوريا بعد هذا الأسبوع الذي لم يكن طبيعيا ولا عاديا؟ يعني اسمح لي في البداية أقول، عندما استمعت إلى تقريركم تهيأ لي أنني أستمع إلى تلفزيون الدنيا، تلفزيون المجرم القاتل بشار الأسد. بل أكثر من ذلك، لا أعتقد أن قناة إسرائيلية يمكن أن تقول أن تصف أهل حلب بالإرهابيين. خليني أولا حي الشعب الجزائري العظيم، بلد المليون شهيد اللي وقف مع الشعب السوري. وبدي خص بالتحية هيئة العلماء المسلمين، وبدي ذكر وزير الخارجية اللي وصف أهل حلب بالإرهابيين، أني أهل حلب في عام 56 تظاهر 25,000 منهم وأحرقوا القنصلية الفرنسية احتجاجا على جرائم المحتل الفرنسي في الجزائر. دكتور سيد جعارة، أولا وزير الخارجية لم يقل ذلك، فلا يجب أن تحرف تصريحا. لم يصف ابدا اهل حلب بالارهابيين اولا، ولا تصف، لا تشبه تقريرا. سأترك لك المجال. لن اسمح لك بان تشبه تقريرا يعني محايدا بانه مجرما او تفضل بمشي. انت معنا على المباشر ولك الحق في ان تقول ما تريد دون ان تجرح. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا هذا النقاش الذي كان على تلفزيون الجزائري، ومباشرة أخذ علي بالحاج، الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية الإنقاذ، ينضم إلينا مباشرة من الجزائر. سيد علي بالحاج، أهلا وسهلا بك. وكما الكثير ربما تفاجأ أو البعض أصبح لا يتفاجأ من موقف الجزائر في المحافل الدولية تجاه ما يقع في سوريا، الموقف الأخير في الجمعية العامة والتصويت لصالح قرار يحاسب
مجرم الحرب أيا كان ويجمع الأدلة التي تدينه. يعني كيف نفهم التصرف الذي تم وكيف نفهم رفض هذا القرار؟ الشيخ علي بالحاج؟ للأسف شديد يبدو أننا فقدنا الشيخ علي بالحاج إلى أن يعود إلينا من جديد. أعود إليك هنا ضيفي في الاستوديو. يعني ربما هذا كيف يمكن أن نفهمه حسب رأيك في النهاية؟ والله الفهم الحقيقة القضايا مستعجمة ومستغلقة. كما نقول نحن الآن لسنا في السياسي، نحن الآن في الأخلاقي، نحن الآن في الإنساني. نحن الآن نقول يجب محاسبة المجرم. يقول رئيس جزائري لا، لا يجوز محاسبة المجرم. نقول يجب أن يحاكم المجرم محاكمة عادلة. قلنا من كان المجرم؟ تخرج علينا حكومة الجزائر تقول لا يجوز محاكمة. كأن الدنيا أصبحت بلا حساب ولا عقاب ولا ثواب. هذا الذي يقوله الموقف الجزائري، هذا الذي يقوله موقف بشار الأسد، بشار الأسد، بشار الجعفري. أنا تعجبت كيف يجرؤ بشار الجعفري وليس مندوب الجزائر، كيف جرأ بشار الجعفري أن يقف أمام الأمم المتحدة ويعارض القرار القطري أو مشروع القرار القطري. ومشروع القرار فقط يقول نريد محاسبة ومحاكمة المجرمين. حد يقول نحن ضد محاكمة المجرمين إلا إذا كان واحدا منهم؟ طيب هذا السؤال أعيده للشيخ علي بالحاج وفقدناه مجددا. للأسف أعتذر من المشاهدين الكرام، يبدو أن الخطوط فيها إشكال اليوم للتواصل مع الجزائر، فقدناه مجددا. أعود إلى كمال العيفي الباحث والمختص في مجال حقوق الإنسان. الموقف أن نرفض محاسبة المجرم كما ذكر ضيفي أيا كان هذا المجرم، ربما قد نفهم موقف النظام أو لا نفهم موقف النظام السوري، لكن الموقف الأكثر جدل هو موقف الدول العربية الأخرى التي رفضت هذا القرار. أنت معنا أستاذ كمال؟ أسمعك. نعم تفضل. قلت لك قبل قليل أنه ليس هناك موقف عرب وليس هناك دول عربية عندها قرار. الدول العربية اليوم بينسوق منزوعة القرار بالمرة. لما قررت بعض الدول العربية أن ترسل وزرائها إلى غزة من أجل الوقوف مع شعب غزة لما ضرب، هناك دول عربية أخرى عارضتها وقالت أنه هذه مغامرة. لما أرادت تركيا في يوم من الأيام أن تفعل حصار عن غزة، تكلمت بعض الدول العربية وقالت هذا اعتداء على دولة مستقلة، يقصدون دولة الكيان الصهيوني. عندما نريد أن نحاسب مجرم داخل مأرقة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي التي تبادر إلى طرح هذه المسألة، والأمم المتحدة متمثلة في الدول المكونة لها هي التي تناقش هذا الأمر، وهي التي تقرر في هذا الأمر. تقف بعض الدول العربية بين ظفرين وتقول لا لهذا القرار. القرار وبكل سهولة وبكل تجرد وبكل مصداقية يقول أنه علينا أن نبدأ التحقيق. لم يقول شيئا آخر، لم يقول أنه لا، لم يحدد بالاسم من هو المجرم ومن هو المعتدى عليه، لم يحدد بالاسم من الذي سيعاقب، لم يحدد بالاسم كيف ستكون العقوبات، وإنما هو قرار من أجل بداية التحقيق في الجرائم التي حصلت في حلب والتي حصلت في غير حلب. من أجل الوصول إلى الذين قاموا بالجريمة ومثولهم أمام. طيب سيد كمال، بما أن القرار لا يتحدث عن بشار الأسد أو يتحدث على شخص معين ولكن يتحدث على جمع أدلة، يعني كيف يمكن الحكم على آلية جمع هذه الأدلة؟ البعض يتحدث عن مخاوف من طمس الأدلة، المخاوف من أنه عملية جمع الأدلة ربما لا تكون وفق ما هو يتم فعلا أو تذهب مباشرة لمحاسبة المجرم الحقيقي. يعني ورأيناها في مواقف عديدة أممية دمستورة في بعض المرات لما يتم هناك قصف بالطيران، هناك تصريحات من طرفه تقول بأننا لم نعرف بعد من المسؤول على هذه المجزرة أو تلك. يعني هذه ربما كيف يمكن أن نحكم عليها داخل أو في إطار هذا القرار؟ عندنا مثال قريب ومثال واضح جدا. هذا الأسبوع، بداية هذا الأسبوع، هناك تحقيق صدر لنا من الأمم المتحدة حول الاعتداء على قاتلة الأمة الإغاثية للأمم المتحدة في سوريا، وقصفت بالطائرات داخل سوريا. من يملك الطائرات داخل سوريا؟ هل المعارضون السوريون هم الذين يملكون الطائرات؟ هل الإرهابيون الداعشيون هم الذين يملكون الطائرات؟
أم النظام السوري عذرا منك سيد كمال، سنواصل في هذه النقطة التي مهمة جدا، لكن قبل ذلك عاد إلينا الشيخ علي بالحاج، ونظرا لرداءة الاتصالات لا نريد أن نفقده مرة أخرى. سيد علي بالحاج، ما هو رأيك من موقف الحكومة الجزائرية أو النظام الجزائري داخل الجمعية العامة من القرار الذي كان من المفترض أن يحاسب أو يجمع الأدلة على الجرائم التي ترتكب في سوريا حاليا؟ أولا السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم وعلى النظارة. لا شك أن موقف الجزائر هو في الحقيقة ليس موقف الجزائر، هو موقف السلطة الحاكمة التي لا تمثل الشعب وليس لها يعني امتداد تمثيلي وسط الشعب الجزائري. الشعب الجزائري له تعاطفه المعروف من الأيام الأوائل عندما كان يقف عند السفارة فيساق إلى مخافر الشرطة ويقمع ويمنع من الاحتجاج أمام السفارة من الأسبوع من الأسابيع الأولى، هذا شيء على المحروف. والنظام أيضا الغير شرعي معروف مواقفه من الأيام الأولى، وقد صدق الله عز وجل إذ يقول تشابهت قلوبهم وقديما قالوا الطيور على أشكالها تقع. فلا يمكن أن نتصور أن يقف النظام الجزائري الذي قمع شعبه وقتل منه الآلاف واختطف الأبرياء من منازلهم ومن شوارعهم ومن أعمالهم أن يقف غير هذا الموقف. ينبغي أن لا نستغرب موقف النظام الجزائري، ينبغي أن لا يعني نستغربه، هذا شيء من معدنه لا يستغرب كما هو معروف. ولذلك القضية قضية، وأنتم تعرفون البارح شلال ذهب إلى السفارة الروسية وقدم تعزية، وبالتالي أنا قلت البارحة لمن سألوني فقلت لهم بكل صراحة هذا نظام يذهب يعزي من على مثله، والشعوب تعزي الشعوب في حد ذاتها، الشعوب تتعاطف مع الشعوب والأنظمة على أشكالها. إلى متى شيخ علي بالحاج، إلى متى الأنظمة في واد والشعوب في واد آخر، يعني إلى متى ستستمر مثل هذه المواقف؟ يعني البعض الآن يتحدث عن فقط بدون ذكر أي أسماء محاسبة المجرم الذي ارتكب جرائم في الحرب أو تحقيق لنقل، يعني رفض مثل هذه الآليات إلى أين يقودنا حسب رأيك؟ هذه مسألة وقت بالطبع، لا بد أن ندرك بأن هذه مسألة وقت، والعاقبة للمتقين وليست للمجرمين، والمؤمن دائما لا يئس من روح الله تبارك وتعالى ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. وأنتم ترون أن الجواب كان عاجلا من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقد قتل سفير روسيا المجرم يعني على الملأ، والأيام حبالة يلدن كل عجيبة. أما قرار الجمعية العامة ينبغي أن لا نعلق عليه كثيرا على كل حال، لأن هذه الجمعية العامة ظهرت في ظروف دولية معروفة، ومنظمات حقوق الإنسان أيضا ليس لها قوة الإلزام وقوة الصدع، بل هي لعبة في الحقيقة لا أكثر ولا أقل، وينبغي أن لا نعلق عليها كثيرا. ينبغي لأهل العلم وللمفكرين وللمجتمع الشعبي الحر أن يتعاطف وأن يعمل ما يستطيع أن يعمله، لكن العاقبة بإذن الله عز وجل للمتقين وليست للمفسدين. والنظام الجزائري ينبغي أن لا نعلق عليه أنه سوف يقف هو، وأنا عندي الممتنع كالذي وقف ضد، يعني لا يمكن أن يصدر من النظام الجزائري إلا ما صدر منه، فإذا صدر منه غير ذلك فأعلم بأن النظام الجزائري بحد ذاته تغير وأخذ مسارا آخر، وهو الذي يقول أنه مع القضايا العادلة. انظروا كيف إذا ضرب في الصحراء الغربية رجل أو امرأة كيف يأتون بالصور وكيف يشيعونها، والمخزن فعل كذا وفعل كذا، بينما يسكت على هذه المجازر وعلى هذا التدمير للإنسان وللحيوان وللأبرياء
ويذهب استغلال بأمر من رئيس الجمهورية ليوقع التعزية. هذه عجائب يعني في الحقيقة وغرائب. وكثير الآن أصبحنا أصوات في الجزائر يقولوا بأننا ينبغي أن نقف مع النظام السوري لأنه النظام وقف مع الثورة الجزائرية. لا لا لا، بشار الأسد الابن أو الأب لم يكن واقفا مع الثورة الجزائرية. الذين وقفوا مع الثورة الجزائرية رجال غير هؤلاء الرجال، وأبطال غير هؤلاء الأبطال، وأهل شيم ونخوة معروفون الذي يدرس التاريخ. أما هؤلاء فقد كانوا نكرات لا يعرفهم أحد. شكرا جزيلا لك الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حدثنا من الجزائر. أعود إليك هنا ضيفي في الاستوديو في نقطة كنت فتحتها مع ضيفي عبر الهاتف من اسطنبول أستاذ كمال العيفي، قضية تحوير الأدلة أو طمس هذه الأدلة أو تغيير الواقع، يعني أن تفتح القضية بغير ما هو موجود الآن، يعني في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وهي التي توثق ربما كل ما تم من انتهاكات التي وقعت. يعني هو الآن البارحة لما كان يتكلم المندوب الروسي هو كان يتحدث عن هذا، كان يتحدث عن شيء يسميه أنه هذه الأمور تحل بما يسمها العدالة الانتقالية، يعني كما أنه الآن يفرض حل عسكري على الشعب السوري، أخرج حل أهل حلب من ديارهم من بيوتهم بالقصف، 10,000 غارة جوية على مدينة يعني، وعلى ناس أبرياء ولا يملكون سلاحا يدافعون به عن أنفسهم، جردهم العالم، جردهم المجتمع الدولي من سلاح يدافعون به عن نفسه، ويقول يعني يمكن أن نصير إلى العدالة الانتقالية، ما يسمونه العدالة الانتقالية، أن يقول لهؤلاء الناس الذين التي فقدت ولدها والتي فقدت زوجها والذي فقد أباه تسامحون وتقبلون ولم نذبحكم. يعني هذا هو مفهوم العدالة الانتقالية الذي يسعى هذا، يعني أن المجتمع الدولي قد تحول إلى غابة. البارحة أو اليوم كان ترامب يتحدث ويتحدث بلغة أخت هذه اللغة، كان يقول تعليقا على حادث الدهس المستنكر والمدان الذي جرى في ألمانيا، والذي ربما حتى الآن الألمان لم يفصحوا من الذي قام به، لكن نحن نستنكره بغض النظر عن هوية الذي قام به. كان يقول ترامب أنه هذا دليل على صحة نظريته في وجوب منع المسلمين، مقاومة المسلمين، محاربة المسلمين الذي تقدم به بمشروعه الانتخابي. هذا النظر إلى العالم، النظر إلى الإنسان في العالم بمكيالين، في سوريا يقتل الناس بالآلاف، بعشرات الآلاف، بمئات الآلاف، الآن صرنا نقول بالملايين، والقضية فيها نظر، يعني ليست موضع موقف حقيقي. ثم إذا أرادوا أن يدافعوا، والسفير الروسي، السفير الروسي أصبح قضية، مع أن الاغتيال بحد ذاته بالنسبة إلينا مستنكر ومدان، ولكن أيضا هذا الذي ارتكب هذه العملية في اسطنبول أو في أنقرة يعني كان في وضع إنساني صعب جدا جدا، كان إنسان في حالة نقمة، في حالة وهو يرى أهله والأتراك والشعب السوري هم أهل يعني وإخوة، فما تمالك أعصابه، ومع ذلك الإدانة تكون هنا والغفران والمحبة والعفو يجب أن يكون هناك. يعني حتى ستيفن دي مستورا في بعض المرات كان يقول عندما ترتكب مجازر قصف بالطيران يقول لم نعرف بالتحديد ما هو، يعني هذه المواقف للأمم المتحدة إلى أي مدى تفتح ربما يعني مجال التفاؤل في أن العدالة ستأخذ مصرها. هذا الذي سألت عليه يعني كان ديدنا لديمستورا ولكثير من المنظمات الدولية، بأنه أبسط شيء يقول نحن لا نملك أدلة، لا نملك أدلة من الذي قتل، نحن لا نستطيع أن نقول فلان. هذا الكلام بهذه الطريقة هو ترويج للجريمة، هو تغطية على المجرم، أن نقول من الذي قتل. طيب لماذا الآن عندما يقوم شخص مجنون في أطراف الأرض بارتكاب جريمة تحسب على أمة وعلى حضارة وعلى شعب وبنفس المنطق؟ طيب إحنا ما نعرف من الذي قتل، ليس لنا علاقة به. هذا المنطق الذي اتبعه ديمستورا آخر تصريح له عندما كان القتل في الشوارع في حلب، وكانت قوات إيران، عصابات إيران هي التي تقتل وتنفذ أعمال الإعدام، قال ليس لدينا دليل أن هناك جهة ما تقتل في حلب. معنا شريف شحادة محلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من سوريا، أهلا وسهلا بك سيد شريف، وما هو تعليقكم يعني محاسبة المجرم كما كان يذكر ضيوفي هنا أيا كان يعني مطلوبة، وهذا هو الغرض من الاجتماع الذي تم على مستوى الجمعية العامة، لماذا تم رفضه؟
من طرف الحكومة السورية؟ إن استكانت محاسبة المجرمين سوف تكون، فنرحب بذلك. أولا يجب محاسبة الدول التي دعمت الإرهاب وسهل الدخول إلى سوريا، دعمت المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح والأعلام، وفي مقدمتها قطر والسعودية وتركيا. ثم يجب أن يحاسب داعش والنصرة والمجموعات المسلحة التي ارتكبت الفظائع، وكان آخرها بالأمس الوالد الذي أرسل ابنتيه من أجل تفجير مسجد. وبالتالي إذا كانت قرارات الأمم المتحدة صادقة فلتبدأ بمحاسبة المتسبب عن الجهات التي حصلت في سوريا. سوريا لم ترحب بالقرار لأنها تعلم أن المقصود من القرار هو الحكومة السورية. لكن لماذا؟ ما الذي جعلها تفهم القرار على هذا المحمل؟ يعني الحديث كله كان عن جمع أدلة، مؤخرا تم إرسال مراقبين، يعني هذه القضية يعني تأخذ وقت، وكذلك على حسب الأدلة التي تجمع من أطراف محايدة يتم تحديد من هو الطرف المسؤول والذي قام بهذه الانتهاكات. يعني ما مصدر التخوف بالنسبة للنظام؟ ليس تخوفا على الإطلاق، لكننا نعرف كيف تقاد الأمم المتحدة وكيف يقاد مجلس الأمن وكيف تقاد المنظمات. لدينا دليل على ما أقول، فهو العراق عندما ذهبت لجان التحقيق وقالت أن العراق يمتلك أسلحة كيماوية، وتحدث كولومبان في مجلس الأمن، ثم تبين بعد غزو العراق واحتلاله وتفريد شعبه وقتل مواطنيه وضرب البنى التحتية في العراق أن العراق لا يمتلك أسلحة كيماوية ولا جرثومية ولا غيره. لأننا نحن لا نصدق الأمم المتحدة، والقضية الفلسطينية ما زالت تعالج منذ 50 عام، وحتى هذه اللحظة لم يصدر قرار من أجل الفلسطينيين، بل كانت قرارات ضده. من أجل كل هذا وذاك نحن نرفض الأمم المتحدة لأنها لا تقر بالواقع. حتى هذه اللحظة لم نسمع بيان عن الأمم المتحدة يدين داعش ويدين النصرة والمجموعات الإرهابية أو يدين الدول الداعمة وعلى رأسها قطر. المجموعات الإرهابية هناك تحالف ستيني، يعني لا يوجد هناك قرارات، هناك فعل على الأرض يحارب هذه التنظيمات التي توصف بالإرهابية. يعني التساؤل الآن، النظام رفض هذا القرار من باب عدم الثقة في هذه المؤسسات الدولية، أم من باب أنه يعرف أنه يتحمل مسؤولية وأن القرارات تكون في غير صالحه؟ لا، النظام ليس خائفا، ولو كانت نظام حقيقية وصادقة لا كانت الحكومة السورية أول من رحب بسيليزمي. حتى نلاحظ أن هذه لجان كاذبة لا قيمة لها، لا تريد التحقيق بل تريد الاتهام دون أدلة. طيب أرجو أن تبقى معي، ضيفي عندك تعقيب لو سمحت. يعني لم يبقى كثير من الوقت. مسرى الحديث الآن هو التشكيك في الأمم المتحدة والتشكيك في مجلس الأمن. وإذا كان يعني النظام السوري يشكك في الأمم، لماذا يبقى فيها؟ لماذا بشار الجعفري ما زال يجلس على منبر الأمم المتحدة 5 سنوات؟ مجلس الأمن الذي يتحدث عنه ذهب إلى العراق ودمر العراق بدون قرار. أوباما يرفض أن يأتي إلى بشار الأسد كما ذهب إلى صدام حسين، يرفض، يقول ما في قرار. مجلس الأمن الآن 5 سنوات 6 سنوات يحمي من؟ يحمي الذين يقتلون في سوريا. مجلس الأمن يحمي الذين يدمرون في سوريا. مجلس الأمن فتح الأبواب ل70 فصيل شيعي من عند الولي الفقيه من 20 دولة الآن يعيثون فسادا على الأراضي السورية. هذا الذي يتحدث عن التشكيك في المنظمة الدولية وفي مجلس الأمن. القرار عفوا، طيب، ذكرنا قطر وداعش وكذا. القرار يطالب بمحاكمة كل هؤلاء، وأنا أقول من هذا المنبر أنا أطالب بمحاكمة، أريد هذا القرار لأنني أريد أن أحاكم كل من ارتكب جريمة بحق أي سوري. طيب، لماذا يقفون في وجه هذا القرار؟ أنا لا أقف في وجهه، أنا أريده لأنني أريد أن أحاكم، أن يحاكم كل، إن كان قطر وإن كان السعودية وإن كان داعش وإن كان الإخوان المسلمين وإن كان حزب الباعث وإن كان بشار الأسد. نحن نطالب بقرار لمحاكمة أي مجرم، وهذا هو القرار. من يقف وراءه هو الذي ارتكب الجريمة. طيب، ما هو رأيك، أعود لك لو سمحت سيد شريف شحاد، يعني ما هو البديل إذا كنا نرفض هذا القرار الذي يتابع ويجمع الأدلة ويدقق ليعرف من هو المجرم الذي ارتكب الفظاعات وقتل الشعب السوري؟ يعني البديل بالنسبة للنظام ما هو؟ من سيحاسب المجرم إذن؟
أعتقد أن لدى الحكومة السورية كثير من الشواهد والأدلة فارض على شاشات التلفزيون وتقدمها. وكان آخر لماذا تعرضها أيضا على الجمعية العامة وتكون الحساب على هذا الأفق؟ حتى يكون الجمعية العامة قرارها مزيه فارض عليها. وقد قدم السيد بشار الجعفري مئات الأدلة على خلق المجموعات الإرهابية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولإلقائها السلاح الكيماوي وتتحرك لا جمعية ولا مجلس الأمن. لذلك نحن نعلم كم قدم الفلسطينيون من قرارات لهم ماذا كانت نتيجتها؟ أنها رميت في سلات المهملات والفلسطينيون ما زالوا حتى الآن يحلمون ليس ببناء دولة لكن يحلمون بإعادة مستوطنات إلى ما كانت عليه. لذلك لا تتحدث عن الأمم المتحدة زارت الخبر كان. طيب شكرا شكرا لك جزيل الشكر سيد شريف شحاد. حتى الصوت لم يكن واضح في آخر المداخلة. نشكرك جزيل الشكر. أعود إلى ضيفي من اسطنبول عبر خدمة سكايب. ما هو رأيك ضيفي يعني الحديث على أنه أمور مثل بهذا الحجم قضية الانتهاكات تحاسب في إطار العدالة الانتقالية كما وصف من رفض هذا القرار، أو كما سمحت قبل قليل ضيفي من دمشق يقول بأننا لسنا لدينا ثقة في هذه المؤسسات وكذلك دائما تحقيقاتها غالبا ما لا تصل إلى نتيجة. يعني أمام كل هذه المبررات كيف يمكن محاسبة الجنات حسب رأيك؟ في الحقيقة مستغرب جدا. يعني شريف شحادة هذا سيد المفترض الآن يحاكم لأنه هذا سيد محرض على القتل ومحرض على الإبادة الجماعية ومنذ بداية الثورة السورية، وهو كان قد دعم الميليشيات اللبنانية التي دخلت والميليشيات العراقية التي دخلت والميليشيات الروسية التي دخلت. طيب هو ليس معنا في النقاش ربما ليرد على هذه النقاط سيد كمال العيفي وربما ليس معنا الآن. هناك مناسبة هناك مناسبات كثيرة جدا ممكن أن يرد فيها وممكن أن يكون يسمع الآن ويتابع، ولكن هذا عينة من العينات التي وقفت من أجل التحريض على الشعب السوري وقتل الشعب السوري. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من يتكلم على العدالة الانتقالية لا يفهم القانون، وأنا كقانوني أقول هذا الكلام وبكل ثقة في النفس. الذي يتكلم على العدالة الانتقالية هو يتكلم على دولة مستقرة ومستقلة، هذا ليس في اعتبارنا الان دوله شعبها يباد، دوله غير مستقره بالتام، غير دوله غير مستقله لانها دوله محتله من قبل القوات الروسيه والقوات الايرانيه والميليشيات الاخرى. فكيف يتكلم على العدالة الانتقاليه؟ هذا شيء مستغرب، هذا لا يفهم لا في القانون ولا في السياسه. من يتكلم استغرب مثل هؤلاء ان يرسلوهم الى الامم المتحده كمندوبين دائمين لدولهم. بالنسبة للمسألة الثانية، أنا أريد حتى وإن كان في آخر أو في وسط الحوار أريد أن أبين للمواطن العربي والمشاهد العربي ما يعني هذا القرار. هذا القرار لا يعني ضرب الدولة السورية المتمثلة الآن ببعض المجرمين ولا يعني ضرب الميليشيات. هو قرار يعني يستلزم أربع أشياء مهمة. يستلزم تعيين فريق، أول شيء تعيين فريق، ثم تعيين آليات لعمل هذا الفريق، ثم تعيين الأماكن التي سيحقق فيها، ثم تعيين الأدوات التي ستستعمل في هذا التحقيق. أنا أطالب جميع المتابعين وجميع المراقبين وجميع القانونيين المتداخلين في هذه القضية أن يأخذوا حذرهم إلى درجة كبيرة جدا من أجل الوقوف بالمرصاد إلى تحويل وجهة أي عنصر من هذه العناصر الأربعة التي إن تحول عنصر واحد فيها عن مكانه او عن مساره لن يحقق في هذه الجرائم تحقيقا. لكن يعني لكن ضيفي من سوريا عذرا على المقاطعه سيد كمال يقول بانه بالنظر الى مسيره الجمعيه العامه في التحقيق في قضايا اخرى وضرب امثله، قضيه اسلحه الدمار الشامل في العراق، قضيه ايضا فلسطين والجرائم التي ارتكبها الاحتلال، يعني سلسله الامور التي تم التحقيق فيها سابقا لم تصل الى نتيجه، ام يعني ربما هذا الا يقلل من اهميه هذا القرار؟ لماذا نلتجئ إليها الآن؟ هل أن حل آخر؟ الحل الآخر هو الفوضى، هو الاقتتال. لا أحد يريد أن يجلس إلى طاولة مفاوضات بطريقة شفافة وبطريقة نزيهة. هذا الذي يعمل في قتل في شعبه تقتيلا وتشريدا وجرائم حرب رهيبة لم يتوقف حتى الآن، خاصة تمثلت في حلب. إن تركنا جميع باقي الجرائم التي قام بها النظام السوري منذ 5 سنوات،
لا، جريمة حلب فقط فيها جريمتين دوليتين يعاقب عليها القانون الدولي بأقصى العقوبات، وهي بالنسبة للتهجير هي جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية، ثم بالنسبة للقتل الذي حصل في حلب بتلك الطريقة هو يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، يعني إبادة مجموعة من الشعب لأسباب إما طائفية أو عرقية أو جغرافية أو انتماء سياسي إلى غير ذلك. التوصيف القانوني لهاتين الجريمتين، جريمة التهجير وجريمة التهجير هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة دولية، وجريمة القتل الجماعي التي حصلت هي جريمة إبادة جماعية. مجرد هذين لو التقرير لم يفعل شيئا غير إلا أن يحقق في هاتين الجريمتين في هذا المكان بالذات في هذا التوقيت القصير بالذات في مسألة سورية لكفاها عملا لمدة طويلة ولا قرر التقريرات واضحة. طيب ما هو المطلوب إضافة لهذا التقرير، يعني بما تذكر من أهمية له، يعني ما هو المطلوب أكثر على هذا الصعيد، يعني صعيد اللجوء للأمم المتحدة في هذه القضايا؟ المطلوب مسائل كثيرة جدا، وممكن أن نحدد مسائل معينة حتى لا نتيجة. المطلوب كثير. أولا يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن حتى لا نفقد الأمل، وحتى لا يتبادل إلى ذهننا أنهم تركوا جريمة وجريمة إبادة جماعية وجريمة تهجير تحصل حتى يتدخلون هم في النهاية، وحتى لا نلتجئ إلى نظرية المؤامرة. هذه المرة الأولى هي سرعة الإجراءات. المرة الشيء الثاني هو أن يعينوا فريقا ذا مصداقية، فريقا يرضى به ليس فقط الأمم المتحدة وإنما المنظمات الحقوقية والخبراء الذين يعلمون واقع ما يحصل في سوريا واقعا بالتفصيل. المسألة الثالثة وهي المسألة المهمة أن يترك لهم حرية التحرك داخل الأماكن التي حصلت فيها الجرائم. المسألة الرابعة والمهمة جدا كذلك أن يتركوهم يعني يتكلمون مع من يريدون ويحققون مع من يريدون ويصلون إلى من يريدون من أجل طيب الاستقلالية بالمجمل. توفرت هذه الضمانات ممكن لهذا الفريق أن يعمل عمل مهمة. شكرا جزيلا لك السيد كمال العيفي الباحث والمتخصص في مجال حقوق الإنسان، حدثنا من إسطنبول. عودة إليك في الختام ضيفي هنا في الاستوديو، ما هو المطلوب أكثر، يعني هذا القرار كما ثمنته أنت وثمنه بما الضيوف، يعني ما هو المطلوب أكثر للوصول يعني إلى هناك نداء يمكن أنا أن أوجهه لكل مواطن سوري وقع عليه جرم من هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، تعذيب أو انتهاك أو قتل، أن يتوجه إلى مسؤولين حقوقيين، منظمات حقوقية، ويوثق الجريمة. أنا معايش هذا الأمر في جرائم 80 و 81. نحن في 80 و 81 و 82 لم نستطع توثيق هذه الجرائم، ضاعت علينا خيوط الكثير، يعني الذي وقع عليه الفعل أحيانا تردد وكانت الناس تخاف وكانت الناس لا تذكر وفقدنا الكثير أو لا تعرف أهمية التوثيق ولا تدرك الأهمية أيضا وتستهين. نحن أنا أريد أن أقول بكل وضوح ليس التعويل على الأمم المتحدة في استرداد حقوق السوريين، ولكن أن يتوجه، والتوثيق ليس حكاية، القانوني هو الذي يسأل وصاحب القضية يجيب بحيث تتحول الحكاية إلى وثيقة. يجب أن يتوجه كل سوري من المهاجرين من اللاجئين في أي مكان إلى قانونيين حقوقيين في منظمات حقوقية معتمدة لتوثيق ما نزل بهم من جرائم. أما إذا سمحت لي، بشار الجعفري والصور التي يعرضها في الأمم المتحدة التي تحدث عنها الذي كان يتحدث من دمشق، آخر صورة عرضها على المنبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على منبر مجلس الأمن كانت مسروقة من العراق، ولم يستحي ولم يخجل، وكان الأصل المجلس الأمن يطرد كذابا مثل هذا عن منبره. شكرا جزيلا لك السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي بلندن، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيوفنا الذين ساهموا في حلقة اليوم، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.